ارنست اند يانغ وهي ممثله معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم في إداما في جي اس فيلادلفيا فور جنرال سبلايز. برضو وي سو براود تو هاف يو ويز إداما. باي ذا واي رح تشوفوا كيف انه من دايفرسيفايد سيكتورز يعني كثير من المجالات معنا. المستقبل كلين تك برضو معانا كاتاليست. اي دون نو اذا انس ما شفته على المدخل، اهلا وسهلا فيكم. كان ميد معانا السكشرمين معانا سيكشرمين اهلا وسهلا في الجميع. فيوليا فور ووتر اي سو فريدريك كامينج اهلين. So it's water, energy, and now you see something different. It's the catering, okay? So, اللي ما لهم طاقة بدخل بالطاقة واللي ما إلهم دخل بالسوشيال ريسبونسبيلتي، so they're doing it out of social responsibility. And Ayla، أهلا وسهلا في عائلة. بس بحب أنبه إنه اللي بحب يشاركنا عبر تويتر، إحنا بنستخدم هاشتاج إدامة during هذه الفعالية. السيد كريم عوار، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة، بحب يعطيك المتابعة. شكرا هلا ويسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم المضبوط هو يعني ناتج للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. نحن في الاردن اليوم نواجه اكبر تحدي بالنسبه للطاقه، وبحب اشكر معالي المهندس علاء البحريني وجميع الفريق اللي عامل معه في الوزاره على الخطوات الايجابيه اللي عم يخدوها في هذا الاتجاه. صراحه نحن يعني لما نعرف قديش بنستورد 96% من الطاقة، فبالتالي الاعتماد على إنتاج الطاقة من المصادر المتوفرة لنا مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها موضوع مهم جدا. فاليوم فرصة لنا معاليك نسمع منك شو توجه الوزارة، شو الخطوات المستقبلية اللي رح تاخذوها، كيف رح نتصدى لهالتحدي اللي عم نواجهه، كيف بامكاننا نخفف فاتوره الطاقه على الاردن وعلى الاردنيين، وان شاء الله ننهض بهذا الاقتصاد ويكون الاقتصاد مزدهر لبلد مزدهر بقياده حكيمه رشيده في هذا الجلاله الملك عبد الله الثاني المعظم. معاليك احب اسمع منك ويتفضل مشكورا. شكرا.